حبايب قلبي، ابطال تانية ثانوي، احلى ناس في الدنيا. اخباركم ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا زي الفل وبتذاكروا يا جماعه وعاملين اللي عليكم وعارفين ان عليكم مسؤوليه كبيره. صل على النبي، الله يبارك لك وركز معايا. النهارده ان شاء الله عندنا محاضره مهمه جدا، مميزه جدا ان شاء الله. النهارده هنعمل ريفيجن على يونت 7 ويونت 8 عشان الامتحان ان شاء الله. انا معاك وفي ظهرك لاخر دقيقه ان شاء الله رب العالمين، زي ما وعدتكم باذن الله معاكم لحد الامتحان ان شاء الله رب العالمين. النهارده باذن الله احنا هنعمل ريفيجن على 7 و8 باذن الله. طب يا مستر، حضرتك هترجع لنا الجرامر بس صح؟ حبيبي هراجع لك لانجوج نوتس ان شاء الله، هراجع لك الجرامر، هحل معاك 3 امتحانات، فركز مع الله يبارك لك. المحاضره دي كفايه قوي، المحاضره دي مش هتخليك تذاكر، انت يا دوب بس هتاكد على كلماتك وخلاص، مفيش اكتر من كده. فركز مع الله يبارك لك، المحاضره دي مهمه جدا جدا، تفيدك جامد، مش محتاج معاها اي حاجه، هتاكد بس على كلماتك ان شاء الله. لازم ان شاء الله المحاضره دي تعمل لها شير، لازم تعرف كل اصحابك، لازم بجد الناس كلها تستفيد من المحاضره دي، لان بجد انت ما تبقاش محتاج اي حاجه تانية مع المحاضره دي باذن الله وانت داخل الامتحان. صل على النبي، الله يبارك لك وركز معايا. هنبدا ان شاء الله يونت 7 اللانجوج نوتس بتاعته، هتركز معايا، تكتب معايا وتخليك صاحي قوي معايا ان شاء الله رب العالمين. صل على النبي، الله يبارك لك. اول حاجه طبعا هنبدا بيها اللانجوج نوتس بتاعت يونت 7. كشكولك معاك طبعا، الكشكول ده بتاعي، انت مخصص الكشكول ده ليا اصلا، بتكتب فيه كل حاجه انا بقولها لك. فباذن الله ان شاء الله هنشتغل دلوقتي يونت 7 الاول، هنراجع اللانجوج نوتس بتاعته. طب وبعدين انت بتكتب ورايا اللانجوج نوتس، كل النوتس دي انت بتكتبها، وبعدين هنخش على الجرامر على الريفيجن بتاعه برضو. انت لو انت ما كنتش كاتب معاه من الاول فاكتب معايا الريفيجن اللي احنا هنقوله، وتخليك صاحي قوي ومركز قوي، ويلا بينا وصلى على النبي. اول حاجه عندنا حاجه اسمها دايري، وركز مع الله يبارك لك. يعني ايه يا مستر دايري؟ دي معناها مفكره يوميه. بقول لك ماي فادر ابي يوست تو كيب، يعني اعتاد ان هو يحتفظ بيه مفكره يوميه. طب اما تيجي سيره مفكره يوميه فانت لازم على طول تفتكر ان في حته مهمه جدا اسمها دير دايري. دي معناها ايه يا مستر دير دايري؟ دي هقول لك دي معناها ذكرى عزيزه. يعني مثلا على سبيل المثال انا مثلا يوم معين كان في موقف معين حلو او ذكرى معينه حلوه بالنسبه لي، فبيكون اسمها دير دايري، بكتب في المفكره بتاعتي كده من فوق ان دي دير دايري، يعني ذكرى عزيزه. هي مش واحده اسمها عزيزه، لا، عشان ده ذكرى حلوه يعني. ماشي، المهم يا سيدي ان انا عندي اول حاجه لازم تكون عارفها دايري، ودي معناها مفكره يوميه. طب وبعدين؟ قال لي انت عندك حاجه بقى اسمها ديري، وديري دي منتجات الالبان. منتجات الالبان، طب حلو. انا بقول لك هنا مثلا ديري برودكتس، يعني منتجات الالبان، ار فيري هيلثي، يعني صحيه جدا، مفيش مشكله. يبقى انا اول حاجه لازم اكون عارفها، اعرف ان انت عندك دايري، ودي معناها ايه؟ معناها مفكره يوميه. وعلى طول لما تيجي سيره دايري فانت لازم تعرف دير دايري اللي هي معناها ايه؟ ذكرى عزيز. وتفتكر برضو حاجه ثانيه مهمه اسمها اول ان اول، دي ما ينفعش تنساها لان محتمل تجيلك اول ان اول، ودي معناها في المجمل او في العموم، بتستخدمها مثلا عندك في الكونكلوجن بتاعه الاسي، اي حاجه في الحاجات دي. طيب بعد كده عندنا حته مهمه جدا جدا، اكسبيرينس. اكسبيرينس من الحاجات المهمه قوي، ليه؟ لانها بتيجي معدوده وبتيجي غير معدوده. طب ركز معايا، اما بتيجي غير معدوده انكاونتبل، لما يكون معناها خبره، الخبره لا تعد، غير معدود، تاخد فعل المفرد على طول. انما لما يكون معناها تجربه فبقى اسمها ان اكسبيرينس، ودي معناها كده تجربه، تجمع عادي، اقول اكسبيرينسز يعني تجارب، حلو. فبقول لك هنا اكسبيرينس دي معناها خبره، لا تعد يا معلم، uncountable. This job، هذه الوظيفه، needs، بتحتاج a lot of experience، الكثير من الخبره، حلو. فهنا خبره دي uncountable، دي غير معدود. انما اكسبيرينس بقى تجربه بيبقى اسمها ان اكسبيرينس، لما يبقى معناها تجربه بيبقى اسمها ان اكسبيرينس، لان الاسماء التي تعد بيستخدم قبلها ايه؟ قران، حلو. فدي طبعا معدود كده، دي كده countable. I had some experiences from traveling abroad، انا عندي بعض التجارب من السفر للخارج، يبقى هنا تجارب انما هنا خبره. شو معنى دي معدوده بتتجمع، انما هنا خبره لا تعد، زي الفل. اما اقول لك على شخص بقى ان هو experienced، فالشخص ده كده محنك، الشخص ده شخص ذو خبره. يبقى انا يا مستر عندي صفه، دي adjective طبعا، دي صفه يا جماعه، دي مهمه قوي على فكره. اما اكون عايز اقول على حد ان هو ذو خبره فاقول لك experienced. فاقول لك مثلا هنا ايه؟ اقول لك مستر احمد اهوت is experienced، يعني مستر احمد حبيبك هو شخص ذو خبره. طيب عندي هنا حته مهمه وركز مع الله يبارك لك، حاجه اسمها اكسبرت، ده خبير. طب يا مستر، طب ما انا عندي شخص ذو خبره وهنا شخص خبير، ايه الفرق يعني ما بين الاثنين؟ صل على النبي، انا الشخص اللي ذو خبره ده اللي هي اكسبيرينسد دي صفه زي ما احنا قلنا، انما عندي اكسبرت دي ناون اسم. طب يا مستر هو في فرق؟ هفرق ما بينهم ازاي في الجمله؟ طب صل على النبي، انا هديك جمله حلوه قوي. بص يا سيدي ركز معايا، هقول لك هنا مستر احمد، وركز مع الله يبارك لك، صل على النبي، مستر احمد، وبعدين اقول لك از ان، واعمل لك سبيس كده واقول لك ان تيتشنج
بعدين يا معلم اقول لك ايه انجلش. حلو. طب يا مستر الجمله فعلا ماشيه زي الفل. اقول لك هتختار بقى في الجمله دي، هل هتختار عندي اكسبرت ولا هتختار عندي اكسبيرينسد؟ يا مستر طب ما ينفع الاثنين، ما انا ممكن اقول ان هو شخص ذو خبره وممكن اقول ان هو خبير. طب وبعدين بقى؟ اقول لك الله يبارك لك، استنى واحده واحده. انا قلت لك اكسبيرينسد دي شخص ذو خبره، دي صفه. حلو. طيب واكسبرت ناون طبعا، دي اسم مفيش مشكله. طب هختار ايه برضه؟ انا الموضوع ما وضحليش. اقول لك الله يبارك لك، هل هنا لو انا استخدمت الصفه في بعدها اسم مفرد معدود عشان اجيب ان؟ هتقول لي لا يا مستر ده بعدها حرف جر. اقول لك بالظبط كده، انا عندي الاسم المفرد المعدود، الاسم المفرد المعدود بستخدم قبله اداه نكره اي اور ان. حلو. طب ما انا عندي هنا ان، يعني معنى الكلام ان انا عايز هنا اسم مفرد معدود، يبقى اكسبرت ان. بقول لك هنا مستر احمد هو خبير في تدريس اللغه الانجليزيه، خلاص موضوع بسيط جدا. تمام، تعال نرجع تاني نكمل. عندي اول حاجه هنا ميد، ودي مهمه جدا جدا ومعناها خادمه، وركز معايا الله يبارك لك. ميد اللي هي الوصيفه او الخادمه، دي بتيجي مؤنثه فقط. حلو. فبقول لك ذا ميد يعني الخادمه هنا ووترد ذا فلاورز، يعني روت الايه؟ روت الورود. فين؟ في البلكونه، مفيش مشكله. طب انا عندي هنا بتيجي بمعنى خادمه فقط، يعني مؤنثه فقط، انما عندي سيرفنت ده ممكن يجي بمعنى خادم وممكن يجي بمعنى خادم. يعني هنا يا مستر لو قال لي هي اور شي يبقى خلاص انا هختار سيرفنت، لان هي بتيجي مع خادم وخادمه، انما لو قال لي شي بس فانا بختار الخادمه اللي هي الميد. ماي فادر از ا سيفل سيرفنت، فبقول لك ان ابي هنا موظف حكومي، لان انا عندي سيرفنت برضو بتيجي بمعنى ايه؟ موظف حكومي. التالتة مختلفة عنهم، سليف اللي هو العبد طبعا، شي تريتد هير دوتر، يعني هي كانت بتعامل بنتها لايك سليف زي العبدة، مفيش مشكلة. عندي الحتة اللي جاية دي مهمة جدا وركز فيها الله يبارك لك. أنا عندي ألون، ودي مهمة جدا جدا معناها بمفرده، وركز معايا الله يبارك لك. يا مستر ألون بمفرده هي مهمة؟ طبعا ركز معايا، لأن بيجي عليها كتير جدا ألون ولونلي. ألون يعني بمفرده، إنما لونلي يشعر بالوحدة. طيب وبعدين؟ ألون دي بتساوي عندي حاجتين، بتساوي باي هيم سيلف وبتساوي اون هيز اون. ايه تاني؟ باي هيم سيلف وبتساوي اون هيز اون، مفيش مشكلة. أنا عندي هنا ألون بمفرده وحيدا، ما هوش يشعر بالوحدة، أنا عندي لونلي يشعر بالوحدة، ماشي. ألون بتساوي عندي باي هيم سيلف بتساوي اون هيز اون، إنما عندي حاجة تانية اسمها ان هيز اون، دي كانت معناها ملكه. I was alone on the beach، أنا كنت بمفردي على الشاطئ طول اليوم. The boy went home alone، يعني الولد هنا ذهب للمنزل بمفرده، مفيش مشكلة. إنما بعدها بقى أقول لك إيه؟ I feel lonely، يعني أنا أشعر بالوحدة at my new school، يعني في مدرسة الإيه؟ الجديدة. الحتة اللي جاية دي مهمة جدا جدا، invent discover، وعندنا explore. invent أنا بخترع حاجة ما كانتش أصلا موجودة، إنما عندي discover أنا بكتشف حاجة كانت موجودة. explore أنا بستكشف مكان عشان أعرف معالمه. طب يا مستر معلش يعني ايه تكتشف حاجه كانت اصلا موجوده؟ اقول لك يا حبيبي المقابر الفرعونيه، ما هي كانت موجوده بس احنا ما كناش نعرفها. طب وبعدين؟ ما انا لسه بروح اكتشفها بس هي كانت موجوده، مقابر فرعونيه. طب الجاذبيه؟ ما هي كانت موجوده كناش نعرفها وبعدين اكتشفنا، يبقى ديسكفر. طب فهمته سكند يا مستر؟ اقول لك على طول ديسكفر. حلو. طب يا مستر اكسبلور بستكشف مكان ازاي يعني؟ اقول لك احنا طالعين الفضاء نستكشف الفضاء، يبقى اكسبلور. رايحين الصحراء نستكشفها، على طول اكسبلور. رايحين غابه مثلا نستكشفها، اكسبلور. حلو. طيب صل على النبي الله يبارك لك. بقول لك هنا it was a shock to discover that he was a liar، انا بقول لك كانت صدمه بالنسبه لنا ان احنا نكتشف ان هو كان كاذب، هو كان كاذب ما كناش نعرف، وبعدين اكتشفنا ان هو كان كذاب. حلو. بعد كده we were keen to، keen to دي معناها متحمس ليه، مهمه جدا على فكره، متحمس هي متحمس ليه. احنا كنا متحمسين ان احنا طبعا نكتشف او نستكشف المنطقه، مفيش مشكله. الحته اللي جايه دي مهمه وركز فيها عشان ممكن تجيلك في الامتحان. انا عندي دروت اللي هو الجفاف، دروت اللي هو الجفاف. some of the plants بعض من النباتات died ماتوا during the drought اثناء طبعا فتره الايه؟ الجفاف. طب عندي هنا drought بقى تيار هواء او تيار ماء، بقول لك can you close the window، هل يمكن انت تقفل بس الشباك؟ I am in a drought، يعني انا حاسس بتيار ايه؟ بتيار هواء، مفيش مشكله. ركز معايا الله يبارك لك. عندي كلمه current، current مهمه جدا، بتيجي بمعنى تيار ماء، تيار هواء، تيار كهربائي، او اي تيار في الراي يكون ماشي، التيار اللي ماشي اليومين دول. حلو. فبقول لك strong currents can be very dangerous for swimmers، يعني بقول لك تيارات الميه القويه ممكن تبقى خطر على مين؟ على السباحين. ركز معايا عشان current مهمه، يعني مش بعيد تلاقيها اصلا في الامتحان، فركز معايا. there was a current of anger within the company، يعني بقول لك هنا ان في تيار غضب او موجه غضب زي ما بيقولوا موجوده في الشركه. check all your wiring before switching on the current، يعني بقول لك هنا افحص كل الوايرات بتاعتك قبل ما انت توصل التيار الكهربائي. طيب انا كده اللانجوج نوتس والنوتس دي مهمه جدا جدا،
بسيطة خالص مفيش فيها أي مشكلة. هنخش بإذن الله على النوتس بتاعت الدرس التاني، فركز مع الله يبارك لك وأنت معايا صاحي وبتكتب كل حاجة إن شاء الله بإذن الله أنت داخل تقفل إن شاء الله. هنا طبعا بيقول لك إيه الفرق ما بين الجيرني وتراب وفويج وفلايت، مهمين جدا. أول حاجة أنا عندي جيرني دي اللي هي رحلة طويلة، إنما عندي تراب اللي هي رحلة قصيرة. طب الفويج بقى يا مستر ده رحلة بحرية، طب فلايت أنا عندي دي رحلة جوية بالطيران. انا عندي جيرني طبعا زي ما قلنا رحله طويله، هي went on a long train journey، يعني هو راح هنا في رحله طويله across India يعني عبر الايه عبر الهند. طب وتراب يا مستر دي معناها رحله بس قصيره. I had to cut، انا كان يجب عليا ان انا اقطع الرحله بتاعت القصيره لما my wallet الساعه بتاعتي was stolen يعني اتسرقت، مفيش مشكله. انما عندي voyage بقى ودي معناها رحله بحريه. The ship was badly damaged، يعني بقول لك هنا ان السفينه اتدمرت بشكل سيء اثناء الرحله البحريه. طب وفلايت يا مستر الاخيره دي معناها رحله طيران او رحله جويه. All flights كل الرحلات الجويه have been cancelled، تم الغائها due to coronavirus طبعا طبقا لفيروس كورونا. بعد كده عندنا طبعا discussion وdebate، وdiscussion دي معناها مناقشه، انما الdebate ده معناها جدال او مناظره مهمه جدا ما بين طرفين او اكتر. وبتيجي كمان verb بمعنى يتباحث او يناقش او يفكر بحرص، يعني معنى الكلام ان انا عندي debate بتجيلي noun بمعنى مناظره او جدال، وبتجيلي verb بمعنى يتباحث او يناقش. كلام حلو. انا بقول لك دي روز ديبيت، يعني كان في هنا جدال ما بين بقى ما بين افراد البرلمان عن ايه، عن التاكسز يعني عن الضرائب. تمام. اي ديبيت، طالما اي ديبيت يعني ديبيت هنا جاي فيرب، بقول لك هنا انا تناقشت مع اصدقائي اون هاو تو سبند ذا ويكند، ان احنا ازاي هنقضي عطله نهايه الاسبوع. بعد هنا لونج ديسكشن، يعني بعد مناقشه طويله وذ ماي فادر مع ابي. I decided not to travel to Alexandria، انا قررت ان انا اصلا ما سافرش الاسكندريه. كلام حلو. بعد كده عندي conversation، فدي بتكون محادثه غير رسميه. انما تشات برضو انا عندي محادثه غير رسميه، بس ما انتوا عارفينها طبعا عبر الايه عبر الهاتف. I was having a conversation، كان في كده محادثه with a friend، مع صديق. يا طالما مع صديق فهي حاجه خالص informal، انما طبعا مش formal. محادثه conversation حاجه informal، دي informal. وكمان كمان باكد لك ان هي كانت مع صديق، وطالما مع صديق فهي informal. طيب I have just had a chat with my friend online، انا كان في كده محادثة ما بين على الانترنت طبعا مع صديقي. فانا في فرق عندي ما بين conversation فدي محادثة غير رسمية، وانما عندي chat فهي بتكون عبر الهاتف او الكترونيا. depend on بتساوي عندي حاجة اسمها rely on، rely on ودي معناها يعتمد على، وركز معايا عشان اللي جاي ده مهم. بقول لك ايجيبت ديبندز اون توريزم، يعني بقول لك ان مصر بتعتمد على السياحه از ا سورس اوف هارد كرنسي، يعني بقول لك كمصدر للعمله الصعبه، دي معناها عمله صعبه. حلو. طب وبعدين يا مستر؟ بقول لك انا عندي حاجه بقى اسمها ديبندنس اور ديبندنس بالاي وبالاي، ودي معناها العيال. بقول لك انا بتعب عشان اربي عيالي، انا مش متجوز اصلا، بس بنقول يعني الناس بتقول كده. فبقول لك فاطمه هنا از اويدو وذ سيفرال ديبندنس، حلو يعدها الكثير من العيال. وبعدين قال لي اعرف ان انت عندك حاجه اسمها اندبندنت وديبندنت، ايه الفرق يا مستر؟ يعني اقول لك يا حبيب قلب الله يبارك لك، انا عندي اندبندنت ده شخص مستقل او دوله مستقله. طب وبعدين ديبندنت يا مستر ده شخص معتمد على غيره مش مستقر. طيب انا عندي هنا ديبندنت واندبندنت، اندبندنت ده شخص مستقل معتمد على ذاته على نفسه، ديبندنت ده معتمد على غيره. طب وبعدين ايجيبت بيكيم اندبندنت، يعني مصر اصبحت مستقله في عام 1956. طب وبعدين برضو تاني يو شودنت بي ديبندنت، انت لا ينبغي انت تكون معتمد على والديك طول الوقت او طول الحياه. انا عندي اندبندنس فروم ودي معناها الاستقلال عن، انما ديبندنس اون ودي معناها الاعتماد على. حلو. اور ريليشن شيب واز بيسد اون، ركز معايا، علاقتنا كانت مبنيه على، انا عندي بيسد اون يعني قائم على. انا ركز معايا، كان عندي حته قبل كده كده كان اقول لك اعرف ان عندك بيسد اون ودي معناها قائم على او قائم فكريا على، فكريا على، معلش رايت تكتب فكريا على. انما عندي حاجه تانية اسمها بيزد ان ودي معناها مقرها فيه، مهمه جدا على فكره، ركز مع الله يبارك لك. يعني بقول لك ذا كومباني مثلا از بيزد ان كايرو، يعني الشركه مقرها في القاهره. عندي سبيشال وبرايفت، وركز مع الله يبارك لك، صل على النبي. سبيشال ده اللي هي حاجه مميزه، حاجه فريده، حاجه خاصه، انما برايفت هي حاجه ملكي او مملوكه لشخص او لعيله. طيب هو عمل هنا كجراح في مستشفى خاصه، سبيشال هوسبيتال يعني مستشفى خاصه. طب وبعدين؟ قال لي برايفت بقى بتيجي بمعنى ملكي او مملوكه لشخص او عيله، ما هي خاص برضه. فبقول لك وي هاف هاوس، احنا بنمتلك منزل وذ ا برايفت جاردن، يعني في حديقه منزل خاصه بينا. حلو يا مستر، فعلا انا عندي برايفت هنا جايب معنى خاص، بس هنا معناها ان هي ملكنا احنا. تمام. انا عندي بابليك وجنرال معناهم عام الاثنين.
The information, المعلومات is available in any public library. يعني المعلومات هنا متاحة في أي مكتبة عامة. He gave a general description, يعني هو أعطى هنا وصف عام كده of the new site للموقع الجديد. طيب أنا عندي خد بالك notice دي معناها ملاحظة وبتيجي بمعنى يلاحظ. يعني معنى الكلام إنها بتيجي noun وبتيجي verb. بتيجي noun بمعنى ملاحظة وبتيجي verb بمعنى يلاحظ. حلو. طيب وبعدين قال لي برضو بتيجي بمعنى إشعار أو علامة وبتيجي بمعنى تحذير وبتيجي بمعنى مقال نقدي. عندي argument وعندي disagreement وعندي dispute وعندي quarrel. إيه الفرق يا مستر؟ صلى على النبي. أنا عندي argument ودي معناها جدال أو خلاف بس هنا في غضب. ماشي. طب وعندي يا مستر disagreement ده خلاف برضو بس ما فيش غضب. طب وبعدين عندي حاجة اسمها dispute ودي مهمة جدا. أنا عندي النزاع هنا أو الخلاف هو عام أو قانوني. إنما لو نزاع بيقعد لفترة طويلة فده بيكون اسمه quarrel. الكورل ده من الحاجات المهمة جدا جدا وركز فيها جدا. أنا عندي نزاع أو جدال بيستمر لفترة طويلة وبيكون فيه محتوي أو مشتمل على غضب فده بيكون اسمه quarrel. حلو. بقولك the traffic stopped because of an argument between the two drivers. يعني بقولك هنا ان المرور توقف بسبب ان كان في جدال ما بين الاتنين السائقين. تمام. بعدين بقولك I left the office. انا غادرت المكتب after a disagreement with the manager. يعني بعد خلاف مع المدير. طبعا هنا كان بلا غضب لانه مع المدير بتاعك يعني. طيب dispute هنا بقى بقولك the long legal dispute. يعني بقولك هنا ان الجدال القانوني الطويل between the two companies has been ended. تم انهاءه. حلو. يعني انا عندي مستر ديسبيوت بيبقى معناها نزاع بس النزاع هنا قانوني او نزاع عام. تمام. انا عندي الكتريستي ودي معناها الكهرباء وركز الحاجات دي مهمه على فكره ممكن يجيب لك الاختيار مبني على حاجه من دول فاحنا الحمد لله في الامان بنقولها عشان حضرتك تكون في الامان. انا عندي الكتريستي وعندي الكتريك وعندي طبعا الكتريكال وعندي الكتريشن والكترونيك. ايه يا مستر الفرق؟ اقول لك يا حبيبي الكتريستي دي معناها الكهرباء. الكتريك هنا حاجه بتعمل بالكهرباء. طب وعندي الكتريكال بقى قال لي دي حاجه لها علاقه بالكهرباء جميل زي مهندس كهربائي مثلا او عطل كهربائي فولت مثلا. الكتريشن بقى وده معناه الفني الكهربائي. طب وبعدين عندي الكترونيك ودي معناها الكتروني. بيقول لي هنا all the houses now have electricity. يعني بقول لك كل المنازل دلوقتي يا معلم تحتوي على الكهرباء. ماشي يا عم. I have an electric guitar. يعني انا بمتلك جيتار كهربائي هو انا بيعمل بالكهرباء. There is an electrical fault in the engine. يعني في عطل كهربائي فين؟ في المحرك. اه يا مستر الفرق ما بين electric والelectrical ان هنا حاجه بتعمل بالكهرباء انما هنا شخص متعلق بالكهرباء يعني له علاقه بالكهرباء زي المهندس الكهرباء يعني او بيكون عنده عطل كهربائي. ماشي. My uncle is electrical engineer. يعني بقول لك ان عم هنا مهندس كهرباء. حلو. طب وبعدين قال لي اعرف ان عندك my cousin is an electrician. يعني ابن عم هنا هو فني كهرباء. This dictionary يعني هذا القاموس is available. يعني متاح فيه طبعا شكل الكتروني. الكترونيك هنا بيكون معناها ايه؟ الكتروني. انا عندي communicate معناها يتواصل. عندي contact يتواصل برضو. connect يعني يوصل. توصل حاجة بحاجة وايرات كابلات اي حاجة. I communicate with my friends. انا بتواصل مع اصدقائي اونلاين على الانترنت. I contact. انا بتواصل مع اصدقائي برضو هنا بس باي ايميل. طب وبعدين بقول لك هنا the railway connect Cairo with Aswan in Egypt. يعني بقول لك railway ده بيوصل القاهرة باسوان في مصر. كلام حلو. connected with يعني متصل بي. connected by متصل بواسطة. عندي link اللي هو اتصال وبيجي برضو بمعنى علاقة وبيجي بمعنى رابط. عندي فاسيلتيز ودي مهمة جدا جدا وهتجيلك كتير. دي معناها منشآت. مرافق تسهيلات. تاني فاسيلتيز دي معناها منشآت. مرافق تسهيلات. طب فاسيلتي يا مستر دي معناها موهبة وبتيجي برضو بمعنى منشأ بس بتيجي برضو بمعنى ايه؟ موهبة. طيب انا عندي فاسيلتيز دي طبعا بقولك الغردقة فيها الكثير من المرافق او المنشآت او التسهيلات. النادي بقى فيه هنا الكثير من المنشآت. فور اندور سبورتس يعني هنا للرياضات اللي بتتلعب داخل مبنى. اندور اللي هي رياضه تلعب داخل مبنى. اوتدور يعني رياضه بتلعب خارج مبنى. I have a clear facility for drawing. انا عندي هنا موهبه واضحه. فاسيلتي هنا معناها ايه؟ معناها موهبه. انا عندي موهبه واضحه للرسم. كلام حلو. عندي بقى فاسيليتيت ودي بتجيلي فيرب معناها ييسر او يسهل. فاسيليتيشن ودي معناها التيسير او التسهيل. فاسيليتيتور وده ميسر او مسهل. بقول لك هنا ده انترنت يعني الانترنت ده هو معلم سهل الحصول على الانفورميشن يعني على المعلومات. حلو. هنا بقول لك a teacher sometimes acts as a facilitator. يعني بقول لك المدرس هنا احيانا بيتصرف كانه ميسر مسهل. حلو. انا عندي expand معناها طبعا يتوسع او يوسع ويتمدد برضو. وعندي expansion منها اللي هي التوسعة. انا عندي expansion اللي هي التوسعة وعندي expand معناها يتوسع. ماشي. expandable دي بقى adjective صفة معايا
ومعناها قابل للتوسع. ميتلز يعني هنا بقول لك ان المعادن اكسباند بتتمدد. When they are heated لما يتم تسخينها. يا عم تمام. The tablet has an expandable memory يعني بقول لك التابلت فيه ذاكره قابله للتوسعه او قابله للزياده. There is an expansion يعني في توسعه او في زياده. فين؟ في student numbers يعني في اعداد الطلاب. كلام مش حلو جدا. عندي alternative ودي مهمة جدا جدا وركز معها بارك لك يا مستر. alternative دي بتجي لي ايه؟ اقول لك بتجي لك صفة وبتجي لك اسم. بس ركز دي لما تجي لك صفة وبتيجي قبل الاسم فقط. يعني بتجي لك قبل الاسم بس. ماشي طب وبعدين؟ اما تجي لي كصفة فمعناها بديل او مختلف. بقولك I should have an alternative plan يعني انا ينبغي ان انا يكون عندي خطة بديلة. يا عم تمام. In modern cities يعني في المدن الحديثة الناس have an alternative lifestyle يعني عندهم هنا نمط حياة مختلف. يعني هنا جت بمعنى مختلف انما هنا جت بمعنى ايه؟ بمعنى بديل. الكلام حلو جدا. انا عندي هنا alternative لما تجي لي noun بيكون معناها بديل او اختيار اخر. بقولك هنا I had no alternative يعني انا ما عنديش هنا بديل او اختيار تاني. But to report him to the police لكن بس ان انا قدامي ان انا هقول للشرطة او ابلغ الشرطة. انا عندي هنا alternative to ودي noun طبعا بيبقى معناها بديل ليه. فبقولك هنا ايه؟ I had no alternative to reporting him to the police انا ما عنديش بديل ليه طبعا ان انا ابلغ الشرطة عنه. This is a practical alternative ودي معناها ان ده بديل عملي او تطبيقي. مفيش مشكلة. انا عندي pause هنا معناها يتوقف او صمت او توقف. وعندي silence اللي هي صمت او سكوت لفترة طويلة وبتيجي بمعنى يسكت برضو. يعني الاتنين دول بيجوا بمعنى noun يعني بيبقى معناها توقف ويوقف بتيجي verb برضو. وعندي silence بتيجي عندي صمت او سكوت وبتيجي يسكت برضو. يعني عندي بتيجي noun وبتيجي verb الاثنين. طيب انا عندي هنا برضو hesitation. يعني يا مستر hesitation دي معناها تردد. انا بقولك there was a short pause يعني كان في وقفة قصيرة كده او سكوت قصير before he continued his speech قبل ما هو يكمل او يستمر في الحديث بتاعه. بقولك هنا ان مفيش حاجة قاطعت طبعا الصمت او السكوت بتاع الايه بتاع الليه. after some minutes يعني بعد بعض الدقائق من التردد طبعا انا استمريت في طريقي للغابة. مفيش مشكلة. عندي present ودي معناها طبعا حاضر او هدية. بقولك I was given this book يعني انا تم اعطائي هذا الكتاب as a present from mom كهدية من امي. كده الحمد لله رب العالمين احنا خلصنا language notes. لازم تكون مكتوبة معاك مركز فيها جدا حب يلعب عليها في الامتحان فاحنا جاهزين له. احنا بس غرضنا ان احنا نكون جاهزين من كل حاجة ان شاء الله. هنخش دلوقتي بإذن الله على الجرامر. فركز معنا بارك لك. هنراجع الجرامر بتاعنا. انت صحي جدا لو انت ذاكرت محاضرتين اللي فاتوا ما تكتبش. لو ما ذاكرتهمش اكتب وراي. تمام. صلى على النبي الله يبارك لك. خدنا عندنا في unit 7 كان بيقول ايه؟ كان عندنا present continuous. حلو. وده كان بيحاول ان هو يقارنه لك بحاجه تانية اسمها present simple. حلو يا مستر. انا كان عندي present simple ده اللي هو ايه؟ اللي هو المضارع البسيط. وكان عندي present continuous ده اللي هو المضارع المستمر. طيب انا لو حبيت هنا ركز معايا بارك لك. المضارع المستمر ده بيتكون من ايه؟ اقول لك يا حبيب قلبي السبجكت الفاعل بتاعك وبعدين am is are وبعدين الفيرب ing. كل ده احنا قلناه. في حاله النفي انا بس بخلي ام نوت ازنت ارنت. في حاله السؤال فانا ببدا بام از ار وبعدين فعل فيرب ing. مبني المجهول مهمه جدا بالنسبه لك. فالمبني المجهول كان بيبقى المفعول وبعدين ام از ار وبعدين عندك بينج وبعدين التصريف الثالث وبعدين بينج وبعدين ايه الباست بارتيسيبل. حلو. يبقى انا كده بتكلم على المضارع المستمر. تكوينه ايه؟ فاعل ام از ار فيرب ing. طب مبني المجهول المفعول ام از ار بينج تصريف ثالث. طيب انا بقول لك هو I'm watching TV. انا بتفرج دلوقتي على التلفزيون. خلاص. فانا دلوقتي بشاهد التلفزيون في حدث مستمر الان. لو حبيت اعملها passive فانا هبدأ بالمفعول. فكنت اقول لك ان TV هو is being watched يعني التلفزيون بيتم مشاهدته. انا لحد هنا تمام. طيب المضارع البسيط بقى بالنسبة للتكوين. فقال لك لا المضارع البسيط بيكون عندك الفاعل وبعدين حاجة من الاثنين يا اما الانفينيتيف المصدر يا اما يكون عندك الفيرب مضاف اليه اس او اي اس او اي اس. حلو. طب النفي بتاعه مهم وممكن يلعب على النفي بتاعه برضه. النفي بتاع المضارع البسيط كان بيكون عندك الفاعل وبعدين don't or doesn't وبعدين طبعا يجي لك الايه الانفينيتيف. السؤال بتاعه طبعا بيكون عندي دو اور داز ركز معايا الله يبارك لك وبعدين السبجكت بتاعي وبعدين الانفينيتيف. الكلام حلو جدا. انا بقول لك يا سيدي اي لايك كافي انا بحب القهوه. حلو. انا بقول لك اي لايك كافي انا بحب هنا القهوه. حبيت اعمل عليها سؤال او حبيت انفيها. لو انا بنفيها اقول لك اي دونت لايك انا ما بحبش ايه اي دونت لايك كافي انا ما بحبش القهوه. تمام اهوت.
حبيت اعمل عليها سؤال، فالمستر قال لي بكل بساطه جيب دو اور داز وبعدين الفعل والمصدر، فاقول لك دو يو لايك كافي. يا مستر انت بتقول لي ليه المضارع البسيط مهم جدا جدا في يونت 7 جدا جدا؟ طيب انا عايز بقى افتكر معلش الله يبارك لك الاستخدامات بتاعه المضارع المستمر وبتاعه المضارع البسيط. المضارع المستمر كنا بنستخدمه في ايه؟ اول حاجه عندي كانت حدث يحدث الان، يعني حاجه بتحصل امتى يا جماعه؟ بتحصل الان دلوقتي. I'm watching TV now، انا بتفرج على التلفزيون دلوقتي. I'm playing football now، انا بلعب كرة القدم دلوقتي. فالمهم ان هي حاجة بتحصل دلوقتي. طب تاني حاجة عندي في المضارع المستمر كنت بستخدم ايه؟ كنت اقول لك المضارع المستمر ده بستخدمه في ترتيبات للمستقبل، يعني حاجة للمستقبل انا مرتب لها خلاص واخد فيها خطوات. وكان عندي كام علامة كده اقول لك خد بالك منهم. كان عندي arranged، اقول لك اما تلاقيها بتختار مضارع مستمر. كان عندي arrangements، كان عندي prepared، كان عندي برضو بوكا تيكت يحجز تذكرة. ساعة ما تلاقي اي كلمة من دول فانت على طول يا حبيب قلبي بتروح تختار مضارع مستمر من الاختيارات. ماشي خلاص يا مستر، انا عرفت تكوين مضارع مستمر تاني وعرفت استخدامات وحدث بيحصل دلوقتي ترتيبات المستقبل، وكان عندنا برضو اشياء تحدث بصورة مؤقتة. لما قلت لك ان انا بعيش مثلا في القاهره بصوره مؤقته عشان الجامعه بتاعتي فاقول لك ام ليفنج ان كايرو فور ماي كوليدج. حلو، قال لي برضو ان انا مضارع مستمر كنت بستخدمه مع ظروف التكرار للتعبير للتعبير عن الغضب او الدجر. فاقول لك ان هي از اولويز، هو دايما، ركز معايا في الحته دي، اكتر حاجه بتيجي ان هو دايما بيتكلم مثلا بصوت عالي مثلا، او هو دايما بيجي متاخر. He is always، لو ركز معاه كده ده ظرف تكرار طبعا. اقول لك هنا speaking، هو دايما بيتحدث بصوت عالي ف speaking loudly. حلو، جبت لك هنا ظرف تكرار اهوت، وجبت لك كمان is و verb ing، فانا جايب لك ظرف تكرار مع مضارع مستمر. فبعبر هنا عن الغضب، فانا هنا I'm upset، انا هنا منزعج. حلو، I'm annoyed، انا منزعج. ليه؟ لان انا اللي عرفت منين ان انا منزعج بقى؟ لان انا استخدمت عندي ظرف تكرار مع مضارع مستمر. طب حلو، ده المضارع المستمر. المضارع البسيط كنت بستخدمه مع اول حاجه عندي كانت حقائق وعادات، حقائق حاجه حقيقيه. تاني حاجه كنت بستخدمه مع عادات، يعني حاجه بتتكرر على طول. يعني انا بقول لك مثلا ان هي كومز ليت، هو بيجي متاخر، فانا بتكلم كده عن عاده بالنسبه له، مش معبر خالص عن مضايقه او دجر، فهي كومز ليت. حلو، وقلت لك برضو ان انا بستخدم المضارع البسيط ده مع حاله ايه في الاولى. تالت حاجه عندي كده كنت بستخدمه مع حاله اف الاولى، وقلت لك بتتكون من اف ومضارع فاعل ويل والمصدر، اف ومضارع بسيط فاعل ويل والمصدر، اف ومضارع بسيط فاعل ويل والمصدر. ده حاله اف الاولى. طب وبعدين قلنا برضو مضارع بسيط دوت بنستخدمه مع اشياء مستمره لفتره طويله، لفتره طويله اهوت. انا قلت لك اي لايك، انا احبه انجلش، انا بحب اللغه الانجليزيه، فمعلش هو مش يومين والسلام، لا انا طول عمري بحب اللغه الانجليزيه، فخلاص دي حاجه مستمره لفتره طويله بستخدم معاها مضارع بسيط. كده زي الفل، كده المضارع البسيط والمضارع المستمر بتوع يونت 7. طيب ايه بقى الحته الثانيه المهمه جدا؟ الحته الثانيه المهمه ان انا كان عندي افعال مهمه جدا. ايه هي بقى يا مستر؟ وركز عشان هتجيلك في الامتحان. انا عندي افعال اسمها ستيتيف وعندي افعال اسمها دايناميك. يا مستر ايه الفرق يعني؟ بص سيدي، الافعال الستيتيف دي هي افعال تقريريه ما ينفعش تيجي في المستمر خالص، يعني ساعه ما بتشوفها ما تجيبها ليش في مستمر، يا تجيبها لي في مضارع بسيط يا في ماضي بسيط، انما ما تجيبهاش في مستمر. حلو، طب ويا مستر الدايناميك بقى دي ايه؟ بقول لك الدايناميك دي عادي، افعال بتيجي في الافعال المستمره عادي، يعني بتيجي مع المضارع المستمر ومع الماضي المستمر مفيش مشكله، مستقبل مستمر برضه، مضارع تام مستمر، ماضي تام، المهم ان هي بتيجي مع المستمر. طيب انت كده قلت لي نوعين يا مستر، الستيتيف والدايناميك. في نوع ثالث؟ انا عندي افعال بقى ممكن استخدمها مع الستيتيف بمعنى ومع الدايناميك بمعنى تاني، فركز مع الله يبارك لك، هنقولهم دلوقتي وتصحى جدا معايا عشان بجد هيجولك بكره، صل على النبي. هراجع معاك هنا على الستيتيف فيربس، على الافعال التقريريه وعلى الافعال اللي بتيجي ستيتيف وتيجي دايناميك ان شاء الله، فركز الله يبارك لك، صل على النبي. اول حاجه بقول لك اعرف الافعال الستيتيف دي انا ما ينفعش خالص ان انا اجيبها في مستمر، يعني ساعه ما الاقيها عندي في الجمله انا بختار المضارع البسيط او الماضي البسيط. حلو، طيب بتيجي برضو مع مضارع تام وماضي تام، بس انا بقول لك هنا اللي عندك يعني. انا يا سيدي هنا ركز مع الله يبارك لك، اول حاجه افعال المشاعر والاحساس. حلو، كير يعني يهتم، ديزاير يعني يرغب، ديسلايك يكره، هيت يكره، امبرس يبهر، لايك طبعا يحب، لاف يحب، مايند يعني يمانع، وعندنا مس طبعا يعني يفتقد، ونيد يعني يحتاج، وبليز يعني يسعد، بريفير يفضل، وونت يعني يريد، ويش يعني يتمنى، ساتسفاي يعني يرضي.
كل دي افعال. اما تلاقيها في جملتك اعرف ان دي اسمها state of verbs، يعني ما ينفعش خالص تيجي في المستمر. طيب افعال الملكيه، وانا عندي هاف وعندي او وعندي اون، برضو انا عندي هاف وعندي او وعندي بيلونج اللي بيجي معاها تو ينتمي الى، وعندي اون اللي معناها يمتلك، وعندي بوسس اللي معناها يمتلك، كل دي افعال. افعال ملكيه ما ينفعش تيجي خالص في المستمر. افعال الحواس، وركز مع الله يبارك لك، عندي اول حاجه فيل، ودي هتقابلك دلوقتي في الستيتيف والدايناميك، مهمه جدا على فكره. عندي هير يعني يسمع، وعندي سي يعني يرى، وسميل يعني يشم، وعندي تيست يعني يتذوق، وريكوجنايز يعني يدرك، مهمه جدا جدا. طيب انا عندي خد بالك ان افعال القياس من الحاجات المهمه برده، وعندي افعال الثوتس والاوبينيون، افكار واراء، اجري يعني يوافق، بليف يعني يؤمن، ديناي يعني ينكر، ديبند اللي بيجي معاها بريبوزيشن اون، ديبند اون يعتمد على، ديس اجري لا يوافق، انا عندي يشك، فورجيت طبعا ينسى، نو يعني يعرف، كونسيرن يهتم، نو برضو يعرف، مطر يعني يهم، مين يعني اللي كانت بتيجي كمان بمعنى بخيل، ريممبر يتذكر، سبوز يفترض، سسبكت يشتبه به، اندرستاند يفهم، ثينك يعني يفكر. حلو. افعال القياس كل ده طبعا كل ده state of verbs، يعني كل ده افعال تقريرية ما بتجيش في المستمر. انا عندي cost يعني يتكلف، عندي contain يحتوي يعني fit يعني يليق به او يناسب. حلو. انا عندي deserve يستحق، include يشتمل على، measure يعني يقيس، يناسب، عندي way يزن، عندي include برضو يشتمل على، consist of يتكون من. انا عندي افعال الستيتس اللي هي افعال الحالات، والكواليتيز السمات، appear يعني يظهر، exist يوجد، look يبدو، seem يبدو، sound يبدو، resemble اللي هي معناها يشبه، كل دي افعال استيتف. اما تلاقي اي فعل من دول الله يبارك لك انت على طول هتجيبه في المضارع البسيط. حلو. يعني ده ما ينفعش يجي في المستمر؟ اه ما ينفعش يجي في المستمر. طب ايه بقى الافعال يا مستر اللي انت قلت لي عليها اللي ممكن تيجي استيتف وممكن تيجي دايناميك؟ الله يبارك لك، ركز معايا. اللي جاي ده مهم، قلت لك قبل كده verb to be، am is are، اما يكون معناهم يكون ده ستيتف، انما اما يكون معناها اصبح ده دايناميك، يعني يجي لك في المستمر عادي. طيب انا بقول لك verb to be، اول حاجه am is are was where، معناه يكون او يوجد، ده على طول يجي فيه طبعا الستيتف فيرب، يعني هو ده فعل كده تقريري ما ينفعش يجي مستمر، لو معناه اصبح يجي في المستمر. طيب I'm very tired، انا دلوقتي اكون مرهق، يعني انا مرهق، انا ده مش معناه اصبح، لا انا اكون مرهق، انا جايب معنى يكون. طب طالما جايب معنى يكون ما ينفعش تيجي في المستمر، يبقى ده ستيتف على طول. يعني لو انا قايل لك هنا ناو ما تقوليش بقى، يعني لو مثلا الجمله فيها ناو هنا وانا عامل لك هنا سبيس يعني في هنا هتختار، ما تروحش تقول لي ام بينج، لا يا معلم انا عايز هنا انا اكون مرهق الان. يعني ما يا مستر انا ناو دي من علامات مضارع مستمر، اقول لك فعلا هي من علامات مضارع مستمر، بس انا هنا عندي فيرب تو بي معناه يكون مش معناه اصبح، فما ينفعش يجي في المستمر، فبجيب عندي ام. طيب لو معناه اصبح بقى، اللي خد بالك علي از بينج بورينج، يعني علي هنا اصبح ممل. حلو. هو ما كانش ممل بس اصبح ممل، فعادي ان هي تيجي هنا فين؟ في المستمر. يبقى انا عندي فيرب تو بي امتى يجي مستمر؟ لما يكون معناه اصبح. كلام حلو. انا عندي فيل، وفيل ده بيجي بمعنى يعتقد او يعطي ملمس، وفي هنا بيجي ستيتيف فيرب ما ينفعش يجي مستمر، انما لو يشعر بيجي مستمر عادي. طيب انا عندي ذا شيرت فيلز ات موست، هو بقول لك الشيرت ده يبدو كده ان هو ناعم، ذو ملمس ناعم. طيب وبعدين اي فيل يو ار درونج، انا اعتقد ان انت مخطئ، انا هنا جايب معنى يعتقد وجايب معنى يعطي ملمس، طالما الاثنين دول يبقى ستيتيف ما ينفعش يجي مستمر، انما لو معناها يشعر بتيجي مستمر. شي از فيلينج فيري هابي، يعني هي بتشعر ان هي سعيده جدا. اي واز فيلينج ساد يسترداي، يعني انا كنت حاسس ان انا حزين بالامس، فجاب معنى يشعر. يبقى تاني يا مستر، انت اول حاجه قلت لي عندك فيرب تو بي، اما يجي بمعنى يكون او يوجد ده على طول ستيتيف فيرب، ما ينفعش اجيب معاه اي ان جي. طب اما يجي بمعنى اصبح، خلاص يجي فيرب اي ان جي. انا بعد كده فيل، اما يجي لي بمعنى يشعر بيجي مستمر. طب اما يجي لي بمعنى يعطي ملمس او يعتقد، ما ينفعش يجي مستمر. انا عندي هاف، وركز في دي قوي، هاف وهاز طبعا، هاف وهاز ما يكون معناهم يمتلك اوعى تجيبهم في المستمر، انما ما يكون معناهم يتناول يعني ياكل او يشرب او يقضي بتيجي عادي في المستمر. انا بقول لك هنا اي هاف ا كار، انا بمتلك سياره، استحاله تيجي في المستمر لان هنا فعل ملكيه ما ينفعش يجي في المستمر. شي هاد ان اولد هاوس، هي كانت بتمتلك منزل قديم، برضو معناها يمتلك، ما ينفعش تيجي فين؟ في المستمر. انما هنا بقول لك ام هافينج ا نايس تايم، يعني انا بقضي وقت حلو. حلو. ما انت بتقضي وقت حلو يا معلم، هاف هنا جاب معنى يقضي، فتيجي في المستمر مفيش اي مشكله، قبلها ام وفيها اي ان جي. كلام حلو قوي. انا عندي الفعل لوك، لو معناه يبدو يا معلم ما ينفعش يجي في المستمر.
ما تقوليش بقى هي از لوكينج تايرد، يعني هو يبدو مرهق، ده انت كده بتستهبل وبتستعبط يعني. فركز معايا الله يبارك لك، اقول لك هي لوكس تايرد، هو يبدو مرهقا. لوك اما يكون معناها يبدو، ما تجيش في المستمر، تيجي في الازمنه البسيطه بس. اما يكون معناها ينظر، بتيجي في المستمر. انا بقول لك هنا فادي لوكس هابي، فادي يبدو ان هو ايه سعيد، فهنا لوك بمعنى يبدو، ما ينفعش تيجي في المستمر. انما لو معناها ينظر او يبحث فبتيجي في المستمر. اي واز لوكينج فور ماي موبايل، انا كنت ببحث عن الموبايل بتاعي، عادي جدا تيجي في المستمر. طيب هنا ميجر معناها يقيس، لو بتيجي بمعنى يبلغ مقاسه فدي ما ينفعش تيجي في المستمر. طب لو بتيجي بمعنى يقيس فتيجي في المستمر عادي. طب بقول لك هنا ذس ستريت، الشارع ده هو يبلغ مقاسه 20 متر في الطول، فهنا طبعا يبلغ مقاسه فما ينفعش خالص تيجي في المستمر. طب لو معناها بيقيس، بقول لك هي از ميجرينج، يعني هو بيقيس هنا ذا سيركل، الدايره، فعادي جدا انها تيجي في المستمر. حلو، انا عندي سي، ومن اكتر الحاجات المهمه اللي بتيجي عندك في الامتحان اللي ممكن تلاقيها في امتحان الشهر، انا عندي سي لو معناها يرى ما ينفعش تيجي مستمر. طب لو معناها يقابل بتيجي مستمر عادي جدا، فركز، سي لو معناها يرى ما ينفعش تيجي في المستمر. طب لو معناها يقابل بتيجي في المستمر. انا بقول لك هنا اي سي سام جوتس ان ذا فارم، انا شايف بعض كده المعيزه معلم في الايه في الحقل، فركز معايا، جاب معنى يرى ما ينفعش تيجي مستمر. طب يقابل بقى ايم سينج ذا دكتور، انا هقابل الطبيب، فخلاص تيجي في المستمر ما فيش مشكله. الحاجات دي مهمة جدا جدا، ركز مع الله يبارك لك، هنحل فانت خلاص رجعت اصلا وحدتين وتخش على الحل، خلاص بقى مش محتاج، صلى على النبي. بعد كده اسمال، ودي معناها له رائحة او ذو رائحة. اما يكون معناها له رائحة وذو رائحة طيبة، له رائحة سيئة ايا كان يعني، فما ينفعش تيجي مستمر. طب لو شخص عمال يشم بقى، بيشم، مش بيشم، ما هو بيشم يعني ريحة دي حلوة مثلا، فهو بيشم دلوقتي، فده بتيجي في المستمر ما فيش مشكلة. The food smells good، يعني هنا بقول لك الطعام ذو رائحة طيبة، فطالما معناها ذو رائحة ما ينفعش تيجي مستمر. انما I am smelling some perfume، فانا بشم دلوقتي طبعا بعض البرفيوم، فانا بشم دلوقتي تيجي مستمر عادي. وي، ودي معناها يزن، لو ذو وزن ما تجيش مستمر. طب انا عمال اوزن دلوقتي تيجي مستمر. انا بقول لك هنا معلم the fag weighs 40 grams، فبقول لك هنا طبعا ذو وزن 40 grams، فطبعا ذو وزن ما ينفعش تيجي في المستمر خالص، مضارع بسيط. طب هي يا معلم لو جاب معنى يزن عادي، انا بقول لك mom is weighing a kilo of rice، فبقول لك الام بتوزن، بتزن كيلو رز، ماشي. بعد كده عندنا تيست، ودي مهمة، لو ذو مذاق ما تجيش مستمر. طب انا عمال ادوق، انت بتدوق، انت عليك تدوق الحلة كلها، انا عارفك والله انت وهي دلوقتي، خش بس كده المطبخ تدوق، بتخلص كل حاجة. تيست لو ذو مذاق فما ينفعش تيجي مستمر. This soup، هذه الشوربة، تيست salty، يعني ذو مذاق مالح، لو ذو مذاق ما ينفعش تيجي مستمر. طب انا عمال ادوق، يبقى بتيجي بمستمر. Mom was tasting، يعني الام كانت بتدوق الشوربة، فجاي في المستمر لان معناها يذوق، حلو، بيدوق بقى. ثانك مهمة جدا جدا، يعتقد ما تجيش مستمر. طب انا عمال افكر، بتيجي في المستمر. انا بقول لك اي ثينك انجلش از امبورتنت، انا بعتقد ان اللغة الانجليزية دي مهمة فعلا. طيب يعتقد ما تجيش مستمر، طب انا عمال افكر، ام ثينكينج اباوت باينج ا كار، انا بفكر في ان انا اشتري سيارة، فهتيجي في المستمر مفيش مشكلة. الحمد لله تمام، خش معايا الله يبارك لك على، هنراجع على جرامر يونت 8 ان شاء الله. انت مش محتاج صدقني، انا مش سايب لك حاجه اهوت عشان خاطرك، وانتوا غاليين عندي جدا والله العظيم، وعايزكم بجد السنه دي تكون مختلفه، والترم ده ان شاء الله معاكم، وعدتكم معاكم لاخر دقيقه، ومعاكم ان شاء الله باذن الله مختلف ان شاء الله، مع حبيبك مختلف ان شاء الله. بص يا سيدي، عندنا يونت 8 كلام بتتكلم عن الفيوتشر بيرفكت. الفيوتشر بيرفكت ده المستقبل التام، ايه حواره يا مستر؟ المستقبل التام كان بيتكون من السبجكت الفاعل بتاعك بلس ويل have، وبعدين معلم الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. حلو، طب امتى يا مستر كنا بنستخدمه ده؟ المبنى المجهول بس بتاعه الاول، الاوبجكت بلس ويل هاف بين وتصريف ثالث. فامتى كنت بستخدم الزمن ده؟ حدث سوف يتم بحلول وقت معين في المستقبل، او حدث سوف يتم قبل وقت معين في المستقبل. حلو، يبقى اول حاجه عندي، عايزين نغير اللون، اول حاجه عندي، تعالي جنبي كده، اول حاجه عندي ان حدث، اول حاجه هيت ان حدث سوف يتم طبعا بحلول وقت معين، فين يا جماعه؟ في المستقبل. حلو، او ان يكون حدث سوف يتم قبل وقت معين في المستقبل. حلو يا معلم، الله يبارك لك يا معلم، الله يبارك لك، انا هكون خلصت لعب كورة بحلول الساعة 4، فهقول لك هنا ايه، I will have finished
ده ماتش انا هكون خلصت المباراه باي بحلول 4 اوكلوك يعني بحلول الساعه 4. حلو. فتيجي تبص تلاقي فعلا يا مستر بحلول وقت معين في المستقبل اللي هو الساعه 4 انا هكون خلصت الحدث فعلا، فاستخدمت عندي مستقبل تام والهاف وتصريف تام، يبقى انا عندي الفيوتشر بيرفكت المستقبل التام يتكون من فاعل والهاف تصريف ثالث، فاعل والهاف تصريف ثالث، مبني المجهول المفعول والهاف بين تصريف ثالث، المفعول والهاف بين حبيت اعمل دي باسيف فاقول لك ذا ماتش ويل هاف بين فينيشد هيتم انهائه او الانتهاء منه بحلول الساعه كام؟ 4. قلت لك اعرف عندك ان يجيب لك بيفور او يجيب لك باي ذا تايم، اعرف ان في الاغلب بيكون الاثنين دول بعدهم مضارع بسيط بريزنت سامبل او مضارع تام بريزنت بيرفكت، وبيكون قبلهم هنا في الاغلب فيوتشر بيرفكت مستقبل تام. حلو يا مستر. يعني بقول لك مثلا على سبيل المثال اقول لك اي ويل هاف اهوت I will have finished work. انا هكون خلصت الورك بتاعي العمل بتاعي before قبل you come قبل ان تأتي. حلو. ده كان المستقبل التام. وممكن اقول لك برضو حتة مهمة، يعني مش لازم اجيب لك باي. يعني انا كان عندي مثلا اقول لك ايه اعرف، قلت لك الحتة دي اعرف ان باي لما يجي بعدها فترة في المستقبل او ان ويجي بعدها هنا طبعا سنه في المستقبل او فتره في المستقبل، هنا لما يجي بعدها برضو فتره في المستقبل بيكون مع الاثنين دول دي باي هنا فتره او وقت بيكون مع الاثنين دول على طول اختار المستقبل التام. فاقول لك مثلا ايه ان 3 ويكس يعني في حلول 3 اسابيع اي ويل هاف بوت انا هكون اشتريت انيو واتش، يعني هكون يا معلم اشتريت هنا ايه ساعه جديده مفيش اي مشكله خالص. طيب يا مستر وبعدين؟ قال لي بقى انا طبعا لو جيت تبص هتلاقيني ان وبعدها فتره في المستقبل، فانا جبت فعلا يا مستر مستقبل تام والهاف تصريف ثالث. حلو. الحته الجايه حلو، هو ينفع يا مستر اجيب مستقبل تام بدون ما اجيب باي او ان وفتره في المستقبل؟ ينفع عادي. ركز في اللي هقوله. هقول لك هنا وين اي فيزيت هام لما انا هزوره he will have هو هيكون عاش، شوف بقى he will have lived in Cairo هو هيكون عاش في القاهرة for 5 years لمدة 5 سنوات. طب هل بعد اذنك انا هنا استخدمت عندي باي او انه فترة في المستقبل؟ لا، بس استخدمت مكانها فور وفترة زمنية، فعادي جدا المستقبل التاني يجي مع فور وفترة زمنية. لما انا ازوره هو هيكون عاش في القاهرة لمدة 5 سنوات. الكلام كده حلو. طيب ده كده المستقبل التام الفيتشر بيرفكت، بس احنا ما توقفناش عند كده، ما سبتش لك حاجه خالص الحمد لله رب العالمين. قلت لك اعرف ان انت عندك مضارع بسيط، واما كان عندك مضارع بسيط اللي قلنا التكوين بتاعه في اول محاضره اللي هو فاعل ومصدر او فاعل الفيرب في اس، كنا بنستخدمه مع مواعيد زمنيه ثابته، مواعيد زمنيه ثابته، مواعيد قطارات اختبارات طائرات اهوت. طيب وقلت لك برده اعرف اما تلاقي عندك كان السبجكت وي ويل وانفينيتيف كنا بنستخدمهم مع ايه؟ فاعل والمصدر. قلت لك يا حبيب قلبي بستخدم الصيغه دي مع اول حاجه تنبؤ بس بدون دليل، انا والله مش معايا دليل. وقلت لك برده ان انا بستخدم فاعل والمصدر مع وعد مع تهديد مع حقيقه متعلقه بالسن. يعني اقول لك شي ويل بي 30 مثلا نيكست يير، هي هيكون عندها 30 سنه السنه الجايه. حلو. قلت لك برضو بستخدم عندي ويل مع عرض مساعده او مع طلب مساعده. حلو. قلت لك برضو بستخدم عندي ويل مع قرار فوري، انا لسه واخد القرار حالا. حلو. انا سامع الباب بيرن هقوم افتح، ده قرار فوري. انا داخل اعمل شاي ما لقيتش سكر هروح اشتري سكر، ده قرار فوري يا معلم. انا معلش تليفوني بيرن فهرد، فده قرار فوري لسه واخده دلوقتي. حلو. يبقى هنا قرار فوري او قرار سريع. طيب قلنا عرض مساعده وطلب مساعده. حاله اف الاولى برضو بستخدم فيها ولو المصدر. طب كان عندي علامات؟ كان عندي علامات. قلت لك اما تلاقي عندك ثينك، اما تلاقي عندك بريدكت، اما تلاقي عندك شور، بروبابلي، ديفينيتلي، كل دي حاجات انا بلاقيها بعرف ان انا بستخدم عندي ويل. وبعدين دخلنا على جوينج تو. بعد جوينج تو طبعا بيكون هنا قبلها فيرب تو بي، يعني بيكون قبلها ام اهوت از ار، كنا بنستخدمها في ايه؟ فكان عندي ثلاث حاجات. اول حاجه تنبؤ بس هنا باستخدام دليل، كنت اما الاقي عندي تنبؤ
باستخدام دليل على طول اختار going to the sky is clear يعني السماء واضحة قدامي، يبقى it isn't going to rain يعني الدنيا مش هتمطر، واستخدمت going to لان تنبؤ باستخدام دليل. اما لاقي عندي برضو مع going to اشياء على وشك الحدوث، حاجة هتحصل، فانا بستخدم عندي going to. انا بقول له احترس، انت you are going to drop your mobile، انت هتوقع الموبايل بتاعك، حاجة على وشك الحدوث، فانا بستخدم عندي going to. كنت بستخدمها مع البلان والانتنشن، خطة او نية. طب يا مستر في علامات الاهف في الجملة اختار going to؟ اه في. اما تلاقي عندك intend ينوي، اما تلاقي عندك intention نية، اما تلاقي عندك decide يقرر، اما تلاقي عندك decision قرار، كل دي حاجات. اما تلاقي عندك اعرف على طول ان انت بتستخدم going to. اما برضو تلاقي عندك made up هوت his mind يعني طبعا اتخذ ايه قرار. حلو. بعد كده كلمنا على مستقبل مستمر، طبعا دي هو بيتكون من subject plus will be verb ing. انا بستخدمه مع ايه؟ صلى على النبي، الله يبارك لك. كنت بستخدم مستقبل مستمر، ده اشياء سوف تكون مستمره في وقت ما في المستقبل. اقول لك هنا ايه، ركز مع الله يبارك لك كده. at 9 o'clock يعني الساعه 9 بكره I will be أنا هكون driving أنا هكون سايق العربية بتاعتي to Alex رايح الإسكندرية. حلو. حدث هيكون مستمر في وقت معايا في المستقبل. وكنت بستخدمها برضو مع حاجة اسمها تبرير، اللون ده فظيع، حاجة مع التبرير. أقول لك I can't أنا لا أستطيع I can't meet you tomorrow مش هعرف أقابلك بكرة معلش، يبقى because بسبب I will be working بسبب ان انا هكون شغال. وكنت في الحالة دي بقول لك ان مع التبرير ينفع عادة استخدم مضارع مستمر، فاقول لك because بسبب I'm working بسبب ان انا ايه هكون شغال برضو. فانا ممكن استخدم مع التبرير مستقبل مستمر او مضارع مستمر. احنا كده اتكلمنا على المضارع البسيط بستخدمه مواعيد زمنيه ثابته، اتكلمنا على ويل والمصدر بستخدمها في قرار فوري، اعرف الله يبارك لك بستخدمه مع التنبؤ بدون دليل، بستخدمه مع حقائق متعلقه بالسن، عرض مساعده، طلب مساعده، وعد، تهديد، حاله ايه في الاولى، وافتكر حته السمات الدائمه ويل والمصدر. اتكلمنا على جوينج تو نيه او خطه او تنبؤ باستخدام دليل او اشياء على وشك الحدوث. اتكلمنا على المستقبل المستمر وقلنا حدث سوف يكون مستمر في وقت ما في المستقبل. حلو. او في التبرير برضه مضارع مستمر ترتيبات للمستقبل. طيب كده الحمد لله احنا رجعنا. هنخش دلوقتي باذن الله يبارك لك على الحل. تركز جدا وصحي جدا جدا. في حته حلوه قوي هنعملها ان شاء الله، ركز مع الله يبارك لك. انا هسيب لك البي دي اف تحت، فانت باذن الله هتطبع او هتحل من على الموبايل عادي، هتحل الامتحانات الاول وبعدين هترجع حضرتك تراجع الامتحانات معايا ان شاء الله. وبكده باذن الله تكون حليت بايدك الاول. انا عايز كده تحل بايدك الاول وبعدين تراجع الحل بتاعك معايا، ودي احسن حاجه ان شاء الله. يلا بينا. اول جملة عندنا حبايبي وركز مع الله يبارك لك، طبعا الوقت المفروض حليت وبتراجع معايا، ها متفقين. The news about the new museum يعني بقولك الاخبار اللي على المتحف الجديد. هي ايه في كل الجرائد يا معلم؟ الله يبارك لك. انا عندي از يعني هي تم نشرها، ما ينفعش اقولك is spread، لا انا is published يعني تم نشرها، انما spread يعني ينتشر، مفيش مشكلة. my job enables me يعني وظيفتي بتمكنني ان انا ادفع كل التكاليف بتاعة الحياة. هي وظيفتي ايه؟ انا عندي وظيفتي الحالية، المستر قال لي عندي current معناها حالي. تمام. وقلنا برضو بتيجي بمعنى طيار ماء او هواء او الكلام ده كله. بعد كده حبايبي بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي can I my mobile to your computer، فانا معلش انا هوصل حاجة بحاجة، يعني هوصل الموبايل بتاعي يبقى connect، مفيش مشكلة. بقول لك هنا I should notes، انا عندي يا مستر انا ينبغي ان انا اخد طبعا نوتس بكل الاخطاء واشتغل عليها، يبقى انا عندي نوتس اصلا من الحاجات اللي بيجي معاها الفيرب ميك، حلوه جدا ومهمه ميك نوتس. his was full of information يعني ايه؟ ليه اللي مليء بالمعلومات؟ everyone كل شخص asked him طلب منه ان هو يبعته. انا عندي ايه ليه اللي مليء بالمعلومات؟ انا عندي presentation العرض التقديمي بتاعه، البرزنتيشن بتاعته هي مليئه او ممتلئه بالمعلومات. unfortunately لسوء الحظ عكسها طبعا الانتونيم بتاعتها حاجه اسمها fortunately اللي هي لحسن الحظ، دي بتساوي طبعا عندنا ايه unluckily. the patient المريض didn't ما كانش ايه to treatment للعلاج، لذلك هو تم اخده للمستشفى. هو لسوء الحظ المريض ما كانش بيستجيب. طب ما انا عندي يستجيب اللي هي respond بالظبط كده، هو المريض ما كانش بيستجيب للعلاج فلذلك خدناه للمستشفى. طب ما انا عندي النوع منها response استجابه، وركز مع الله يبارك لك وصلى على النبي، طبعا ريسبونس استجابه. بعد كده حبايبي بيقول لي ايه؟ I for the nearest metro station can you tell me where it is.
هو انا دلوقتي ببحث عن اقرب محطه مترو؟ معلش ممكن تخبرني هي فين؟ هو انا ببحث دلوقتي اه يعني حدث مستمر الان اه يعني مضارع مستمر بالظبط كده. يبقى I am looking. The food well. It's full of spices. فالطعام ايه بصوره جيده؟ آه هو ممتلئ بالبهارات. حلو يا سيدي يا مستر. ذو رائحه او يعطي رائحه. اسمي يا مستر لو معناها يشم تيجي مستمر، انما ذو رائحه او يعطي رائحه ما ينفعش تيجي مستمر. فاي ان جي دي كلها مع السلامه اخترت سميلز بس كده. طريق السلامه الاي ان جي. حلو. اتس بروفد ذات ذا افريج ميل تايجر. اه هو معناه ذو وزن ولا بيزن يا مستر؟ هو الميل تايجر ده اللي هو النمر المذكر بيزن حوالي 200 كيلوغرام. يزن يا مستر مش عمال بيوزن، ذو وزن يعني. طالما ذو وزن ما ينفعش تيجي مستمر، فطريق السلامه طريق السلامه. يبقى وايز لان بتكلم على الحقيقه مش كنت بوزنه. After I finish my work، بعد ما انا هخلص الشغل بتاعي، I my friend at the club، وبعد ما اخلص الشغل انا هقابل صديقي في النادي. حلو يا مستر. will have seen ولا will be seeing ولا was going to see ولا will see؟ بعد ما اخلص الشغل يا مستر انا هقابل صديقي، يبقى will see. طيب بعد كده you for Mr. Muhammad's office aren't you؟ انت بتبحث عن مكتب الاستاذ محمد اليس كذلك؟ ده طبعا سؤال مزيل هتاخده بالتفصيل، مهم جدا. فانت بتبحث عن مكتب الاستاذ محمد اليس كذلك؟ اه. فانت بتبحث دلوقتي؟ ايوه بالظبط. يعني حدث بيحدث الان؟ بالظبط يا مستر. يبقى مضارع مستمر، يبقى ار لوكينج. تومورو اي اول ذا دي. حلو. وبكره انا ايه؟ اول ذا دي يعني طول اليوم يا مستر. طول اليوم يعني حدث سوف يكون مستمر في المستقبل بكره؟ اه. طب المستر لسه من شويه قال لي ان حدث سوف يكون مستمر في المستقبل، حاجه اسمها مستقبل مستمر، وقال لي التكوين بتاعه كان will be verb ing بس. يبقى tomorrow I will be working all the day، لان all معناها طوال، يبقى الحدث هنا هيكون مستمر. بقول لك هنا this telephone I need to make a telephone call. هو هل انت بتستخدم التليفون بتاعك دلوقتي؟ ده انا محتاج اعمل تليفون. يبقى طالما بقول لك هل انت بتستخدمه دلوقتي بسالك عن حاجه مستمره دلوقتي، مضارع مستمر، يبقى are you using. When we go to see our relatives they، ركز معايا، لما احنا هنذهب عشان نزور قرايبنا هم طبعا at our grandfather's farm، يعني هيكونوا في الحقل بتاع جدنا for a week لمدة اسبوع. اه استنى انا عندي فور وبعدها فترة، والمستر قال لي اما الاقي فور وبعدها فترة فانا بستخدم مستقبل تام، لان عادي جدا ان ما استخدمش باي، وعادي جدا ان ما استخدمش ان وبعدها فترة في المستقبل، بس بستخدم عندي فور وبعدها فترة في المستقبل، فهنا استخدم مستقبل تام. يبقى they will have been. will have وتصريف ثالث طبعا، been تصريف ثالث من ام واز وار. يكون I a delicious pizza if you come home early. انا معلم هطبخ لك بيتزا لذيذة او شهية لو انت جيت البيت بدري. حلو. يعني انا هطبخ اه. طب وبعدين يا مستر انا خدت بالي كمان ان دي حالة اف الاولى، اف ومضارع فاعل ويل والمصدر. اه يبقى انا عايز ويل كوك بس، خلصان بكل بساطة، مفيش حل هيقف قدامك ان شاء الله، حبيبك معاك، خد بالك حط تحتها 100 خط. القطعة بتاعتنا بسيطة جدا وسهلة وركز معايا. When we accept the evidence of our unaided eyes and describe the sun as a yellow star. لما احنا قابلنا طبعا الدليل بتاع عينينا ووصفنا الشمس كنجم اصفر اللون، we have summed up the most important single fact. احنا كده لخصنا اهم حقيقة عن الشمس طبعا at this moment في هذه اللحظة في الوقت ده. it appears probable يعني بيبان كده ان هو ممكن، على الرغم ان the sunlight will be the color we know for only a negligibly small part of the sun's history. يعني بقول لك ان الشمس هتبقى نفس اللون بتاعها دهوت، يعني الجزء صغير جدا ضئيل لتاريخ الشمس. ازاي يعني يا مستر الشمس هتفضل يعني صفراء اللون لجزء بسيط جدا؟ ما هو على حسب ما احنا شايفين، يعني احنا شايفينها صفراء يعني، فهتفضل جزء بسيط. اه ركز معايا في اللي جاي ده. بقول لك الستارز النجوم زي الاشخاص بالظبط، في العمر بتاعها وفي التغير، في حاجتين هما عشان في الاسئله. As we look out into space، واحنا كده بنتجول بنبص كده بنبص حوالينا في الفضاء، we see around us stars، احنا بنشوف حوالينا نجوم بكل المراحل بتاع التطور بتاعتها. evolution دي يعني تطور، مهمه جدا على فكره. There are faint blood red dwarf، يعني بيكون عندي هنا اقزام ذوات الايه الدم الاحمر الخافت، دي معناها الدرف معناها قزم. So cool that their surface temperature، يعني بيقول لك ان درجة الحرارة في السطح بتاعها تقريبا 4000 درجة فهرنهايت.
there are searing gusts blazing at, يعني بقول لك في كمان اشباح درجه الحراره بتاعتها 100,000 درجه فهرنهايت and almost too hot, ويعني بقول لك تقريبا هي حاره جدا ان يتم رؤيتها for the great part of their radiation, لان طبعا فيها جزء كبير جدا من الاشعاع الموجود طبعا في invisible ultraviolet range. عندي ultraviolet دي معناها فوق بنفسجي. حلو, مهمه جدا على فكره. بشكل واضح يا معلم, the daylight ضوء النهار produced by any star depends on at, بيتم انتاجه باي نجم بيعتمد على ايه؟ على its temperature, على درجه الحراره بتاعته. النهارده ولعقود اتيه الشمس بتاعتنا حوالي 10,000 درجه فهرنهايت, وده معناه the most of the sunlight, ان معظم الشمس is concentrated in the yellow band of the spectrum falling slowly in intensity toward both the longer and shorter light waves. حلو, ده معناه يا معلم ان ضوء الشمس ده مركز في اللون الاصفر, هتسقط بقى ببطء في الكثافه او الشده تجاه الامواج بتاعه الضوء بتاعتها الاطول والاقصر. ماشي, فبيقول لك ان ذات يلو هامب, السنام الاصفر او الشمس الصفراء دي هتتغير ويل شيفت از ذا سان ايفولفز, وطبعا الشمس بتتطور بتتغير. بيقول لك ذا لايت اوف ذا دي, يعني بيقول لك ضوء النهار هيتغير طبقا او وفقا لذلك. حلو, يعني بيقول لك هنا طبيعي جدا ان احنا نفترض ان الشمس جروز اولدر, هتكبر اند يوزز اب, وان هي هتستهلك كل الايه الوقود بتاعها بتاع الهيدروجين. واتس ناو دوينج ات ذا سبانكينج ريت اوف هاف ا بليون تونز ا سكند, يعني بتستغرق حوالي في الثانيه الواحده بليون طن. ات ويل بيكم ستيدلي كولدر اند ريدر, يعني بيقول لك ان الشمس هتبدا ان هي تكون ابرد وهيكون شكلها اكثر احمرارا, يعني هتتغير اللون الاحمر. فيش مشكله. بقول لك هنا في الاسئله, why are very hot stars referred to as gusts, هو ليه بنشير الى النجوم الحاره دي بالاشباح ليه؟ طب هم بيعيشوا لفتره قصيره؟ اكيد لا. طب هم غامضين؟ لا. طب ليه بقى يا مستر؟ هم مخيفين يعني؟ لا, مش عشان كده, لان هم invisible, لان لما جه يوصفهم قال لك ان هم مش مرئيين, تمام, عشان فيهم طبعا ايه, فيهم اشعه فوق بنفسجيه. بقول هنا according to the passage, يعني طبقا للقطعه, والشمس بتكبر يا معلم, it's likely, من المحتمل ان هي تكون ايه. حلو, هو قال لك فوق هنا قال لك ريدر, ركز معايا كده, جالنا في اخر القطعه وقال لنا ريدر, قال لي هنا انها تكون كولدر وقال لي ريدر, يعني معنى الكلام ان هي هتتغير للون الاحمر, لان انا عندي هنا لو جيت تلاحظ ريد احمر, فايلت اللي هي البنفسجي, الاورنج طبعا برتقالي, اليالو الاصفر, فهتبقى ريد. طيب هنا طبعا بيقول لي اتس, البرناون اتس بتعودها على ايه؟ فوق قال لك اللي بتدينا دي لايت, يعني اللي بتدينا دي لايت دي ايه؟ هنا هو اتقال لك اللي بتدينا بروديوسد دي لايت, اللي بتنتج لنا ضوء النهار. فايه اللي بينتج لنا ضوء النهار؟ يعني احنا عندنا ذا سان يا جماعه, الشمس, يبقى اختار عندي هنا ايه؟ ذا سان. فين؟ طيب بعد كده بيقول لي ذا دي لايت, ضوء الشمس, من الواضح ان هو بيعتمد على السن تمبريتشر, على درجه الحراره بتاعت الشمس, لان قال لك اما هتبدا تحمر هتبدا ان درجه الحراره بتاعتها تقل, لان هتستهلك الوقود بتاعها كله. طيب كلمه ايفولفز انا قلت لك فوق معناها يتطور, يبقى ديفلوب معناها يتطور برضه. ماشي, بعد كده بيقول لي المين ايديا بتاعت القطعه دي ايه؟ انا عندي الدوره التطوريه بتاعت الشمس, هو جايب لك الدوره بتاعت التطور بتاعت الشمس. كل الاشياء اللي على الشمس مالها؟ سهل توصل لها؟ لا طبعا, صعب ان انت توصل لها, يبقى hard to be reached. The sun is similar to the human because, يعني بقول لك الشمس هنا مشابهه للبشر بسبب ايه؟ هل ان هي بتنمو ولا بتتغير ولا بتبقى لونها احمر ولا ايه ام بي؟ طبعا ايه ام بي, لان قال لك هي شكل البشر في ان هي بتتغير وبتكبر الاثنين. ترجمة حبيبتك وصلى على النبي. بقول لك summer camps are known for providing a safe environment where children gain self-confidence as they learn new skills. A camp is also a place where children develop social skills. حلو, مبدأ انا بحل ازاي؟ ركز معايا, هنعمل الاول سكان كده, نحاول ان احنا نطلع الحاجات الايه المختلفة. طيب تشتهر المعسكرات الصيفية, نفس الكلام, بتوفير بيئة آمنة ولا صحية؟ مبدئيا هو قال لي سيف انفايرمنت, يبقى هستبعد عندي صحية دي, خلاص استبعدت بيه. طيب حيث يكتسب الأطفال, نفس الكلام, حيث يطور الأطفال, لا أنا عايز هنا جين يكتسب, يبقى هستبعد يطور, يبقى استبعدت برضو دي. طيب يكتسب الأطفال الثقة بالنفس عندما يتعلمون مهارات جيدة ولا جديدة؟ لا أنا عايز مهارات جديدة بعد إذنك, يبقى اخترت عندي إيه؟
بس بكل بساطة. هنا بيقول لي كان النظام الغذائي المصري القديم مليئا بالأسماك واللحوم، كان الفلاحون والفقراء يتناولون اللحوم فقط في المناسبات الخاصة، معظم الأطباق المصرية كانت لذيذة للغاية ورخيصة الثمن ومغذية. طيب احنا برضو نفس الكلام، هي النظام الغذائي المصري القديم مش مودرن مش حديث خالص، فاستبعدت عندي اول واحدة ماشي، هو وسفيلد ولا فيلد كان ممتلئ بيه، يبقى فيلد، انا استبعد فيلد. طب يا مستر ايه تاني؟ فيلد ويذ فيش اند ميت نفس الكلام. بيقول لي هنا طبعا the peasant and the poor ate meat نفس الكلام اهوت، meat only on special festivals ولا occasions يا مستر؟ انا بيقول لي هنا في المناسبات الخاصة، مناسبات يعني occasions، يبقى اختار اللي فيها occasions، يبقى انا اخترت عندي كده سي. وكده اول امتحان، وركز مع الله يبارك لك، هنخش على الامتحان الثاني. فهنا بيقول لي because it was too dark the thieves to the building was unnoticed، بسبب الدنيا كانت مظلمة جدا، ايه اللصوص للمبنى كان غير ملحوظ. انا عندي حاجة اسمها الدخول، الانتري، دخول اللصوص للمبنى كان غير ملحوظ. All of the computers in the country are connected to an internal، هو معلش كل الكمبيوترات متوصلة بايه؟ نتورك طبعا. طبعا نتورك داخلي. He had to take a taxi، وكان يجب انه ياخد تاكسي. He was late، هو كان متأخر وما عندوش اي حل بديل، يبقى alternative. بعد كده حبيبي he needs to see psychologist because he sees strange، هو بيشوف مخلوقات غريبة، creatures. There was very tough so their father stopped them، بقولك هنا ان ايه ما بينهم كان قاسي جدا، لذلك والدهم طبعا وقفهم، هو مش اتفاق ده، انا عندي argument، جدال كان قاسي جدا. A dentist may decide، يعني بقولك هنا ان طبيب الاسنان ربما يقرر ان هو ايه her tooth السنة بتاعتها to prevent عشان يمنع the spread of infection انتشار العدوى. انا عندي ايه بقى في الحاجات دي؟ انا عندي extract، دي معناها ينتزع يقتل، هيقلع لها السنة بتاعتها معلم. I can't answer the phone، انا لا استطيع ان انا ارد على الهاتف بسبب ان انا بتغدى، انا قاعد بتغدى فمش هرد عليك، مش هفضلك على الاكل يعني. يبقى هنا طبعا ايه I'm having. I hear a address، if you want to visit here I will come with you. طيب انا معلش انا عارف العنوان بتاعها، لو عايز تزورها فانا هاجي معاك. حلو، فانا عارف. اه يا مستر، طب يا مستر هتبقى I'm knowing، اقول لك انت كده هتودينا النار، مش في داهيه، ده انت هتودينا النار، لان نو من الافعال الاستاتيف اللي ما ينفعش تيجي في المستمر خالص، فاقول لك اي نو مضارع بسيط حقيقه طبعا، انا عارف العنوان بتاعها فانا هاجي اوديك، ده حقيقه ما ينفعش تيجي في المستمر خالص. عمر، لان هي كمان فعل تقريري. عمر فين يا جماعه؟ عمر ات هيز، عمر فين؟ ايه يا ابني؟ ات هيز سيستر، هو الواد بص هو الاسم ده تقريبا مش سالك، فانت فاهم. والله بجد. طيب ماشي، هو اهو عمر at his sister because she always drops things. حلو، هو عمر بيضحك على اخته ان هي دايما بتوقع الحاجات، هو بيضحك عليها دلوقتي لانها بتوقع الحاجات، يبقى هو بيضحك دلوقتي، يبقى is laughing. بيقول هنا ان 3 months time، في خلال وقت 3 شهور هي هير سكولارشيب ات يو اس اي. حلو، هي هتكون انهت المنحه الدراسيه بتاعتها في الولايات المتحده الامريكيه. يا مستر هي هتكون انهت المنحه بتاعتها في الولايات المتحده الامريكيه؟ اه يعني يا مستر انا لاحظت انت جايب لي ان وبعدها فتره في المستقبل. ايوه يا ابني ما انا فاهم ان انا جايب لك ان وفتره في المستقبل. طب ان وفتره في المستقبل مستر قال لي ان بيكون معاها مستقبل تام، مستقبل تام ويل هاف تصريف ثالث، يبقى ويل هاف فينيشد. Will your new office by the time you leave the company. حلو، انا المستر قال لما تلاقي عندك by the time بعدها مضارع بسيط، اعرف ان قبلها مستقبل تام. بس هل المكتب هيستبدل ولا يتم استبداله؟ يتم استبداله، يعني هو مفعول. اه جملتي بادئه بالمفعول، اه يعني مبني المجهول بالظبط، مبني المجهول في المستقبل التام المفعول، will have been تصريف ثالث. ده سؤال، انا عايز will وعايز have been وتصريف ثالث. طيب حد ممكن يجي يقول لي ايه يا مستر هي مش new office مفرد؟ مش المفروض هذا؟ اقول لك يا حبيبي ده سؤال، انا عندي ويل بيجي بعدها مصدر، يبقى هاف بين وريبليسد. بعد كده تونايت، تونايت اصلا من علامات مضارع مستمره، ما تلاقيها عندك تونايت وتودي من علامات مضارع مستمر، يبقى انت بدون تفكير ار واتشنج. بعد كده وير، عمر اي سي ذات يو ار جيتنج دريسد، هو انت رايح فين يا عمر؟ انا شايف ان انت لبست خلاص يعني، فانت خلاص لبست يا معلم، فانت مرتب، فانت خارج، فده كده ترتيبات، انا خدت اجراء كده ولبست. يبقى هنا مضارع مستمر طبعا للترتيب عن الايه، الترتيب عن الترتيبات، فما ينفعش يو ار جوينج لان ده سؤال، انا عايز ار يو جوينج. بعد كده حبايبي ركز مع الله يبارك لك. واي ار يو ان ذا ميدل اوف ذا رود، ار يو لاست، هو انت ليه واقف في نص الطريق؟ هل انت تايه؟ فانت واقف دلوقتي، حدث مستمر دلوقتي، يبقى ار يو ستاندنج مضارع مستمر. باي ذس تايم تومورو، بحلول هذا الوقت غدا مستقبل تام.
مستقبل تام. وي ان الكسندريا، احنا هنكون وصلنا الاسكندريه، يبقى ويل هاف ارايفد. بعد كده حبيبي هنا طبعا القطع حبيبتك، وركز معايا على بريكلك، اي كلمات جديده بتكتبها على طول بتستفيد منها. بقولك هنا ان المحاولات الاولى الانجليزيه ان هم يستعمروا كولونايز، يستعمر شمال امريكا، وير كنترولد باي انديفيدوالز راذر ذان كومبانيز. حلو، يعني الحملات الاولى دي ان هم يستعمروا شمال امريكا كان بيتم التحكم فيها بواسطه افراد. دي الحملات الاولى عشان هتجيلك في الاسئله، ما كانش بواسطه شركات او ناس. طيب هو السر هنا جيلبرت كان اول انجلش مان، اول رجل تو سند ان هو يبعت مستعمرين للعالم الجديد. بقولك هنا هاز انيشيال، يعني المبادره بتاعته الجديده او البعثه الاستكشافيه بتاعته الجديده، ويتش سيلد، اللي ابحرت في 1578 مع ا باتنت جرانتد باي كوين اليزابيث، يعني تم منحه الفلوس من الملكه اليزابيث. was defeated by the Spanish، تم هزيمتها بواسطة الأسبانيين. A second attempt، يعني محاولة أخرى أو تانية، انتهت بكارثة في 1583 لما جيلبرت أند هيز شيب والسفينة بتاعته وير لوست، تهوا معلم فين أو تم فقدهم في ستورم، يعني في عاصفة. هنا بيقول in the following year، في السنة التالية، الأخ غير الشقيق لجيلبرت اللي اسمه سير ووتر، ماله معلم، جاب هنا خد بالك الله يبارك لك منحة تانية، تم إعادة منحه منحة تانية sponsored an expedition، هيتولوا هنا بعثة استكشافية هتستكشف the coast، إن هيستكشف الساحل بتاع المنطقة اللي تسمى فيرجينيا. طيب تحت بقى الأوامر بتاع اللي هو ووتر ده، اللي هو الرالي ده، أو تحت المجهودات بتاعته where they made to establish، كانوا عايزين إن هم يأسسوا a colony، مستعمرة في اللي هي رانك آيلاند في 1585 وكمان في 1587. بقول لك الباقين او الناجين على قيد الحياه من الاستعمار الاول في رانوك ريتيرنت تو انجلاند، رجعوا تاني انجلترا في 1586، لكن المجموعه الثانيه من المستعمرين ديسابيرد، اختفوا وذاوت ليفنج، بدون ما يسيبوا خالص اي دليل او اي اثر تريس. بقول لك هنا الفشل بتاع جيلبرت ورالي يعني ميدت كلير، خلت ان من الواضح ذات ذا تاسك، ان المهمات دي they had undertaken were too big، كانت كبيره جدا for anyone، كانت كبيره على اي مستعمر. with a short time، في خلال وقت قصير، the trading company، الشركه طبعا بتاعه التجاره، had supplanted the individual promoter of colonization، يعني هنا بداوا ان هم يستخدموا التجاره عشان يدخلوا المستعمرين. طب بقول لك ايه بقى من الجمل اللي جايه هتكون اكتر appropriate، يعني ملائم او مناسب، اكتر عنوان مناسب للقطعه دي. حلو، ايه هنا يا معلم؟ طبعا هنا لما تيجي تبص، انا عندي early attempts، يعني محاولات بدائيه او في الاول لاستعمار شمال امريكا، هي القطعه بتتكلم عن كده. The passage states that the first English people، يعني هنا بقول لك القطعه بتقول ان الناس الانجليز الاولانيين دول اللي كانوا عايزين ياسسوا مستعمرات في شمال امريكا، هم ايه بقى؟ يا معلم هم كانوا بيتصرفوا لوحدهم، كان الموضوع على نفقتهم الخاصه، لو رجعت في اول سطر في القطعه بيقول كده. According to the passage، يعني طبقا للقطعه، ايه اللي جاي دهوت يعني حقيقه عن سير جيلبرت؟ هل هي نيفر سيتلد ان نورث امريكا؟ طبعا هو ما استقرش خالص وما عادش فين في شمال امريكا، ما عرفش يخصه اصلا، والمحاوله الثانيه بتاعته كان تاه في البحر. ذا فيرست اكسبيديشن، يعني البعثه الاولى لشمال امريكا كانت فين؟ لو رجعت عندك هتلاقي كانت البعثه في، تعالى كده، اللهم صل على سيدنا محمد، هنا بيقول لك اهو، كانت بيقول لك ذا يير أو in the following year، هو هنا كان في 1583، بعدها بيقول لك في in the following year، يعني في السنة اللي بعدها، يبقى 1584. في عندنا في الاختيارات موجود 1584. The underlined word sponsored، يعني كلمة sponsored اللي هي تولى أنفاق، تولى مسؤولية الإنفاق، يعني بتعني هنا إيه؟ يا معلم fund، fund دي معناها برضو تولى أو أنفاق، تولى مسؤولية الإنفاق. At last the second team، الفريق الثاني من المستعمرين، فريق التاني من المستعمرين، هل هو رجع بيته ولا اتوجد في، لا ده هو lost، هو خلاص اتفقد يا معلم، disappeared، اختفى. Because the trials of colonization failed، يعني بسبب ان المحاولات الاستعمارية فشلت، الناس عملوا ايه؟ طبعا الناس استخدموا معلم في اخر سطر خالص، بيقول لك استخدموا التجارة عشان يخشوا الجزيرة دي. لماذا سير ووتر حاول ان هو invade the island؟ هل تو بيلد هاوس، هيبني عليها بيوت، ولا يا معلم هو كان عايز يعمل مستعمره كولوني، مستعمره انجليزيه هناك، يبقى تو كرييت ان انجلش كولوني. بعد كده الترجمه حبيبتك، الترجمه هيت تو جيت ا جود جوب يو هاف تو هاف سام بيزك سكيلز، لارج كومبانيز،
usually seek to hire talented people who can use modern technology. للحصول على وظيفة جيدة، هي مش جديدة خالص، هي جديدة على فكرة. طيب، هي عليك التمتع ببعض المهارات، عليك التمتع ببعض المهارات الأساسية. لا يا معلم، بيزك أساسي، يبقى استبعدت دي كمان. طيب، عادة ما تسعى الشركات الناشئة ولا الكبيرة؟ تعالى كده، بقولك لارج يبقى كبيرة، يبقى استبعدت الناشئة واخترت الكبير، يبقى أنا عندي بي. طيب، بعدها، يعتبر الإرهاب هو العائق الأساسي لتطوير أي أمة. تسعى مصر إلى التعاون والعمل عن كثب مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية لمحاربته والقضاء عليه. هي مش توريزم، هي تيرورزم، يبقى استبعدت دي. معلش، مع السلامة، طريق السلام. بعد كده معلم، إيه هي إكسترا؟ هي فين معلم؟ ولا ذا مين؟ هي العائق الأساسي، مش إكسترا خالص، استبعدت دي برضو. طيب، هي برضو أنا ببص عندي كده، seek to cooperate and work closely with other national ولا international. يا معلم، هو اقليمي ودولي، يبقى انا هستبعد national وعايز international، يبقى اخترت عندي دي بكل بساطة. الامتحان التالت يا حبيب قلبي، واستعد، انا والله بقى عندي وقت، بس كل ده عشان خاطر حبايبي، بحبكم ومعاكم وفي ظهركم ان شاء الله. هنا بيقولي because of her strong she overcame all of her difficulties. حلو، بسبب ايه القوية عندها؟ هي تغلبت على كل الصعاب بتاعتها. العزيمة يا معلم determination مهمة جدا. Nowadays most women are becoming and work to pay for her living costs. هما دلوقتي السيدات بيعملوا عشان يدفعوا نفقات الحياة بتاعتهم، فهم اصبحوا ايه؟ مستقلين يا معلم، independent. المستر قالها في اول محاضرة. بعد كده I used to cooking. الحتة دي مهمة جدا جدا، الله يبارك لك. كان عندنا used to بيجي بعدها مصدر، بس لما يجي بعدها verb ing فبيكون قبلها هنا am, is, are, was, were, get او became. Our company bought computers to all members of the staff. حلو، هم اشتروا كمبيوترات ايه؟ طبعا هاي تك، ذات تكنولوجيا عالية او فائقة. His English ايه بقى؟ Prove that he has never lived abroad as he said. حلو، فالاكسنت بتاعته اثبتت ان هو ما كانش بيعيش في الخارج زي ما هو قال. بعد كده this book is trying to solve some of the social. هو معلش، الكتاب ده بيحاول ان هو يحل بعض من المشكلات الاجتماعية issues. To keep fit he in the evening، عشان يحافظ على نفسه لائق بدنيا. هو ايه في المساء؟ فهو معلش ما بياكلش في المساء، يبقى بتكلم على الحقيقه وعلى عادة عنده، يبقى doesn't eat، مضارع بسيط. لذلك كنت بديك النفي بتاع المضارع بسيط عشان الحته دي. Why at him؟ هو انت ليه بتتريق عليه، بتضحك عليه؟ هو هيتضايق على فكره، هينزعج، فانت بتضحك عليه دلوقتي، يبقى حدث مستمر الان، يبقى مضارع مستمر، يبقى are you laughing. انا بقول please turn off the lights، يعني من فضلك اقفل الانوار. If you ايه؟ هو معلش من فضلك اقفل النور، بطلب منك دلوقتي. لو انت ما نمتش ولا لو انت هتنام؟ لو هتنام يبقى will sleep. طيب، I don't use the calculator very often. ما بستخدمش معالم الآلة الحاسبة خالص، ما استخدمهاش كتير. I to use my mind. انا بفضل ان انا استخدم عقلي. هو يفضل يا مستر من الافعال الاستيتيف انت قايلها لي، ما بيجيش مستمر خالص، يبقى prefer. By the time we get مستر قالي by the time، بعدها مضارع بسيط، هنا مستقبل تام. The film will have ended. حلو، I كريم tomorrow by 3 PM. انا هكون قابلت كريم بكرة بحلول، بحلول وحاجة في المستقبل، مستقبل تام. will have وتصريف ثالث، will have met. لو هو استمر في مشاهدة هذا او هذه السلسلة كتير، هو the last season باي معلم، وحاجة في المستقبل، انا عايز مستقبل تام، يبقى will have تصريف ثالث، will have Richard. in 20 years يا مستر ان، وبعدها فترة في المستقبل، عايز مستقبل تام. معظم الناس هيكونوا استخدموا، يبقى will have used. will have used. طب يا مستر اصلا مفيش will have used، بس استنى. طب خلال 20 سنة معظم الناس هتكون بتستخدم كل الابليكيشنز، يبقى will be using، مستقبل مستمر، حدث سوف يكون مستمر في وقت ما في المستقبل. بعد كده my order by the end، يا مستر by، وبعدها وقت في المستقبل، يبقى انا عايز مستقبل تام. طب هو الاوردر بتاعها هيوصل ولا هيتم توصيله؟ يبقى مبني المجهول المفعول، will have been تصريف ثالث. بعد كده معلم بيقول لك هنا ان ده ايميل، وبيقول لك I am writing this email. انا ببعت الايميل ده عشان اوضح عن my interest، الاهتمام بتاعي في ادارة المبيعات. طيب، بيقول لك في شركة ABC، اي اسم يعني، I have، انا عندي خد بالك خبرة 10 سنوات في الماركتينج، في التسويق، and wish to transition، وانا بتمنى كده ان انا انتقل الى a sales role، دور طبعا المبيعات في شركتكو المرموقة، في شركة مرموقة زي بتاعتك. I have many skills، انا عندي العديد من المهارات.
من طبعا المهنه بتاعتي بتاعت التسويق ذات كان بي ترانسليتد تو سكسس يمكن ترجمتها للنجاح في هذا الدور على الرغم اي هاف بين ان اسيت انا كنت قيم جدا لماي بيرير امبلوير للموظف بتاعي الموظف بتاعي او رئيس العمل بتاعي السابق كماركتنج مانجر لان انا مدير تسويق اي هاف ديلت وذ ميني اكسبيرينسز انا تعاملت مع الكثير من التجارب ذات سبورت اللي طبعا بتدعم الكومن سيلز في المبيعات بشكل عام او مهارات المبيعات بشكل عام I work one on one with the clients while managing a marketing team طبعا my client relationship يعني العلاقة بتاعتي او العلاقات بتاعت العملاء بتوعي قيمة جدا بالنسبة لي بسبب ان هم مين؟ ما هو الكلاينتس عشان هتجيلنا دلوقتي هم طبعا allow me بيسمحوا لي ان انا build our connection ان احنا نبني التواصل بتاعنا بديلهم طبعا منتج مناسب offering and continue and ongoing business بيستمر علاقة العمل بتاعتنا because of my skills بسبب المهارات بتاعتي كمدير تسويق I have won numerous awards طبعا فزت بالعديد من الجوائز مختلفة including manager يشتمل على المدير طبعا بتاع السنة and employee والموظف بتاع الشهر في طبعا مناسبات مختلفة This required not only strength in marketing but also the instinct and ability to manage يعني ده مش بس في الماركتنج في التسويق وبرضو القدرة على الإدارة والتحفيز بتاع الفريق to work towards a common goal عشان يعمل طبعا تجاه هدف معين I believe my background أنا طبعا بؤمن بالخلفية اللي عندي في التسويق هتمد امداد قيم ليك للفريق بتاعك by adding a unique perspective ان انا هديك وجهة نظر طبعا مميزة او فريدة هنا بقولي طبعا ان انا متعلم سريع او متحمس ready to become انا جاهز ان انا اكون a leader قائد في الشركة بتاعت ABCD if you know of a more appropriate لو انت عارف طبعا of a more appropriate لو انت عارف هنا وظيفة مناسبة appropriate يعني مناسب او مكانة مناسبة يعني فارغة دلوقتي او شاغرة دلوقتي انا طبعا I would be grateful هكون ممتن for your consideration حلو يا معلم the writer الكاتب هنا كان عايز ان هو يعمل ايه يغير مهاراته ولا يغير المهنة بتاعته ولا يبيع الوظيفة لا يا معلم هو كان بيغير الكارير بتاعه الحياة المهنية المهنة بتاعته The writer believes يعني الكاتب هنا بيؤمن ان المهارات بتاعته هتخليه مناسب للوظيفة طب معلش asset معناها قيم يعني important The writer هنا believes that his relationship with clients is يعني هنا بيقولك ان الكاتب بيؤمن ان علاقته مع العملاء هي مهمة ليه ولا مهمة للي هو الموظف الحالي اللي هو رئيس العمل الحالي ولا important هي مهمة كمان للموظف الجاي ولا كل دول طب receiving many hours هو استقبل العديد من الجوائز بتعكس ان ايمن ده كان ايه هو كسول ولا هو skillful مهاري The writer believed that being a successful manager includes يعني بيقولك الكاتب هنا بيؤمن انك تكون ناجح او مدير ناجح ده بيشتمل على ايه The ability to achieve tasks يعني القدرة ان انت تحقق مهام ولا ان انت تكون متاح معظم الوقت ولا القدرة ان انت تحفز افراد هي دي طيب مين idea of this email يعني بقولك الفكرة الرئيسية في الايميل ده ايه هل انا بعرض وظيفة ولا انا بطلب معانا فرصة وظيفة What does the underlined pronoun they refer to يعني بقولك دي هنا بتعود على ايه طبعا بتعود على relationships العلاقات موجودة فوق Technology has completely changed the world and our daily life things which were not possible a few years ago have become common now حلو لقد غيرت التكنولوجيا ماشي مفيش مشكلة خالص العالم وحياتنا اليومية تماما هي مش بشكل جزئي هي تماما الله يبارك لك لان completely الاشياء التي لم تكن ممكنة ولا موجودة لا ممكنة يبقى استبعد لي موجودة قبل بضع سنوات اصبحت مستحيلة ولا شائعة اصبحت common شائعة يبقى استبعدت مستحيلة اخترت بيه بعد كده حبيبي بيقول ايه بيقول لي لتعزيز انتاجية الموظفين لابد من خلق بيئة عمل توفر الاحترام وتقدير لهم اشارت احدى الدراسات الى ان الشركة التي تشدد على بناء العلاقات تنجح في ذلك هي تعزز انهانس حلو هو نفسها نفس الكلام employee production نفس الكلام برضو هي production ولا productivity انا عايز انتاجية يبقى انا عايز productivity معناها انتاجية
برودكتيفيتي الاثنين دول. طب اتس نيسيسري من المهم ان انت كرييت مش ان نيسيسري، انا عايز نيسيسري يبقى اخترت عندي بي كده. الحمد لله حبايبي رجعنا على يونت 7، رجعنا على يونت 8 الحمد لله كل اللي فيهم لانجوج نوتس، رجعنا على الجرامر، حلينا ثلاث امتحانات بقطاعهم بافكارهم الحمد لله. انت طالع جاهز جدا للامتحان، اشوفك يا رب دايما احسن ناس. استنوا اللي جاي، لازم تعمل شير لكل اصحابك وكلهم لازم يستفيدوا. اشوفك يا رب دايما على خير، عشونا جدا، مع السلامه.